مواصلة لكلام أخونا الشيخ أبو بكر، تعليق بسيط على الأجهزة الإعلامية عندنا في السودان وغير السودان، إنه الجماعة دي أصلاً فاتحين في الغالب للباطل يا جماعة كما ذكر الشيخ أبو بكر، والمشكلة إنه الإعلام مؤثر، مؤثر جداً. يعني الحلقة البسيطة اللي عملناها دي كانت توفيق من الله سبحانه وتعالى وليس بحول منا ولا قوة، اتصل به ناس كتار جدا من الصوفية من منطقة الكاملين والباقير والدخينات وغيرها، قالوا احنا أصعب طريقة صوفية والحمد لله عرفنا الحق وما كنا عارفين إلى آخره. أنا بذكر الكلام ده لفائدة، مش لأنه نحن عملنا البرنامج معين الإخوان دي، لا، وإنما الدليل على خطورة وسائل الإعلام، إن زول اللي بيجيبوه ده خلاص المجتمع أو كثير من الناس المساكين الجهلة بيعتبروه ده خلاص أوحد زمانه ده العالم الرباني أيا كان هو بعده، عشان كده بيجي يجيبوا محمد المنتصر الإزيري هذا المجرم الزنديق شغال الليل والنهار، وحتى ذاك برامجه ما زي برامجنا احنا معاك مذيع ولا لا لا، ذاك بيخلوا له الاستوديو وبفوت يبرطع زي ما داير، والله يا جماعه الكلام ده حقيقي يبرطع زي ما داير. لكن وانا حضرت له برنامج في التلفزيون لعله بتاع قناه ام درمان اللي هي برضه تابعه لحسن خوجلي، قال انه ممكن غير الله يخلق، كررها كم مره، وبعد ذلك جاب الادله اللي ما بتخدم كلامه لكن حسب شركه هو قايلها بتخدم كلامه. فاذا كان ده الاعلام والاعلام خطر ومؤثر، الرساله اللي اوصلها بعد المقدمه دي رساله واحده، انه على اخواننا اهل السنه والجماعه انهم ينشروا الحق ويصادموا الباطل في اي مكان، حتى لو ما فتحوا لك مجال في تلفزيون في راديو في جريدة، أنا في الغالب ما بيفتحوا لك في الغالب، فحتى إذا ما فتحوا لك في الإعلام ربنا قال فاتقوا الله ما استطاع، لابد من غزو هذه المساجد المبنية على هذه الأرض، أي جامع تغزو أي جامع، وأي شاب تعلم آية واحدة في التوحيد يبلغها ولا يكن نزاراتي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ردا على أمثال هذا الرجل نزار أو غيره الذي يصبط عن الدعوة، قال النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، انتهى الموضوع، رواه البخاري. فآية واحدة تتعرف بالعقيدة بالتوحيد اغزوا بها هذه المساجد، مسجد انصار سنه، انصار مهدي، اخوان مسلمين جناح حبر، اخوان مسلمين جناح ابو نارو، اخوان مسلمين جناح الترابي، جناح عبد الحي يوسف، غيره، مسجد تاع اتحاد ديمقراطي، تاع صوفيه، تاع غيره، تغزوه وتكلموا بالتوحيد. ده الان في يدنا يا جماعه. دقوك الرسل دقوك. خلاص نبذوك. الرسل نبذوا، اتهموه بأسوأ الاتهامات، ولو في عرضك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتهموه في عرضه في عائشة، يبقى ما في حاجة أصلا. بعض الإخوان الواحد بيكون عنده ضعف بتاع إيمان أو علم، يقول لك يا أخي أنا واحد براي والله في الحلة، أو واحد في الجامعة دي، واحد أنا في الجامعة في الكلية دي ما معي ولا زول من إخواني. قال تعالى إن إبراهيم كان أمة، قال النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي النبي وليس معه أحد إلى آخر الحديث. واحد يقول ليك من أخواننا والله أنا قاعد أكلمهم لكن نازل رأسهم قوي. قال تعالى دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم
في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. خلاهم ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا إلى آخر. خلاهم ما خلاهم ولا تستجيب للمصبطين من نصارى السنة وإخوان المسلمين وغيرهم وغيرهم من الدعوات القطبية الإخوانية المحترقة كلها قطبية. ما تستجيب للكلام ده، اشتغل دعوتك فاتقوا الله ما استطعتم. ولازم تشتغل في جامعة براك في تخط الكرسي يا جماعة عندنا كلام في الدين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جوا الغاء مش الأستاذ غاب غاب ليه كده ده خلاص تكلمهم كلهم طلاب والطالبات السلام عليكم وعليكم السلام. في مشركين في البلد دي قالوا غير الله بيخلق وغير الله ما بيخلق. طب ده لو من هنا من الصفر لأن احنا من هنا المربع الأول ذات وهنا بالسودان لسه ما ركينا فيه والله. إذا كان في ناس بيقولوا غير الله بيخلق المربع الأول ذات لسه ما خشينا فيه فهمت من بدري الكلام اللي كان مغرم بين أبو جهل وأبو لهب تماما. نحن محتاجين ندعو الليل الناس عندنا بالسودان. واحد سعودي لما نحضر حلقتنا دي ضرب لنا واحد من السعودية قال يا أخي الله بيخلق والكلام الردوا عليه في الحلقة بتاعتكم دي قال ده من الأبجديات ما ممكن قال لي يكلموا بالناس. مستغرب ده مع مسكين مع العاصمة هم ده الماسكين الدنيا هنا في البلد دي ماسكين الدين في وسائل الإعلام ده هم اللي بيقولوا الله بيخلق وغير الله بيعلم الغيب. فيا جماعة والله الله بيسألكم كلكم إذا كان ده صوفية قالوا آمنا ورجعنا وتبنا وما كنا عارفين الكلام ده معناته في كم مليون صوفي ما عارف الكلام ده في كم مليون. فالمسؤولية في أعناقكم جميعا جميعا الزول يبلغ الكلام ده للناس. وأوعك تتعلم إنك تكون مجرد تتفرج لنا نحن وشيخ أبو بكر وشهاب وآدم وفلان وفلان تقعد متفرج كل ما نقول كلمة تقعد تهلل لنا وتكبر لنا فقط ده ما عيب. لكن أنا ما داير يكون ده فقط أنا دايرك أنت تكون شغال زي إخوانك ده شغال وأحسن منهم بمليون مرة تكون شغال. ده الآن اللي تكلمت من أجله الآن وخليت الدرس من أجله الآن. فإذا كان ناس ما عارفين الحق صوفية ما عارفين الحق والإعلام مضللهم والشيخ التجانية مضللهم وشيخ القادرية والختمية والركيني وشيخ اللمين من دعاة الباطل والشرك مضللينهم نحن قاعدين ساي والله الله بيسألنا نحن. خلي ذلك صوفية الله بيسألنا نحن. ربنا قال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ربنا قال ولنسألن الذين أرسل إليهم الأقوام يعني ولنسألن المرسلين الرسل ذاتهم الله بيسألهم الرسل الله بيسألهم نحن كيف. فالله بيسألنا عن الأمانة الدين عن أمانة الدين القصرنا في تبليغها للناس وعن أهم شيء في الدين اللي هو التوحيد. اتعلموا التوحيد وكتاب التوحيد وبلغوا للناس. عرفت معلومة واحدة إنه الذبح لغير الله ما بجوز باب الذبح باب الذبح فصلي لربك وانحر قل إن صلاتي ونسكي ورحمتي ومماتي الآية. مر رجلان على قوم لهم صنم فقالوا للأول قرب لآخره عبسته فهمت الشرح ما فهمت حاجة أضرب أسأل شيوخك الناس اللي قدامك فهمت الحاصل همش بلغوا في الجامع كلمهم خليك شاكلوك خليه يضحوك يضحوك عادي تقبل الله ما في حاجة ما تخاف غير مما تموت عبصاك ركشة ولا قندران خلاص. فبلغوا الدين يا ناس الكلام ده والقالوا شيخ أبو بكر والبقول الأخوان الغاية منه إنك أنت تكون جندي من جنود ربنا ما تكون مجرد شنو يا جماعة متفرج. يا سلام والله الحلقة دي قوية يا المادة يا سلام يا أخي أنت ذاتك اشتغل بس تدايرينه. فإذا أي زول اشتغل مننا الأمة دي كثير منا بيصلح كثير منا بيصلح. ما بقول كلها لأنه في ناس مجرمين أصلا ما بيصلح. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. في ناس زي ديل الآن موجودين معانا في الزمن ده وفي البلد دي وفي غيرها. لكن بيصلح كثير وبسببك ربنا ينزل البركات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بس دي الوصية دار أبلغها أي زول
علم آية يدعو لها، إذا ما علمتها ما تدعو، لكن علمتها واجب عيني عليك إنك تدعو لها، لأنه ما حصلنا حد الكفاية، واجب عيني عليك إنك تبلغها. وبالذات الكلام في التوحيد وحرب الشرك والكلام العام في التوحيد ما ينفع، يعني تجي زي توحيدا صار سنة، توحيد المركز العام والإصلاح والجمعية، ده ما توحيد، ده ما كان حق الرسل. الكلام العام بتاع إنه سنشرح كتاب التوحيد الباب الأول، من أراد أن ينظر إلى وصية محمد، ده واحد في مسجد الماليزي هناك قال بيشرح كتاب التوحيد التي عليها خاتمه، قال وخاتمه أي خلاصة دعوته وجملة دعوته وشمول دعوته، ووو ما ذكر صوفي ولا شرك واحد ولا حجاب ولا دعاء غير الله ولا دعاء الأولياء ولا بناء القباب ولا أضرحة ولا الذبح، ما ذكر أي حد، بس قعد من ناحية إنشائية قعد يدندن حول خاتمه، خلاص ده ما فاهم حد. والله ده ما علم ذرة من التوحيد إلا بس كلمة التوحيد العامة دي عرفها، ودي البرع عرفها لأنه عنده رسالة اسمها التوحيد، البرع ذات عندي قاعدة في البيت، لكن مشرك عرفتها. فده ما التوحيد ده عن صار السنة، ده ما هو توحيد، إنك تفصل للناس زي ما قال الشيخ الفوزان، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب ذكر باب من سب الدار فقد آذى الله، باب التسمي بقاضي القضاء، باب شنو، باب بعد ذلك ذكر احترام أسماء الله وتغيير الاسم لغير ذلك، قال دي كلها بتدور قال حول معنى واحد الشيخ الفوزان، وهو احترام التوحيد وجناب التوحيد وجناب الله عز وجل، وهو قال لكن الإمام محمد عبد الوهاب فصر في أبواب متفرقة، قال لأن الأمر هنا أمر توحيد، وأمر التوحيد لا يكفي فيه الإجمال، وإنما لابد فيه من البيان والتوضيح والتفصيل، ده التوحيد. ذكر الشيخ الفوزان في شرح في كتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد المجلد الثاني في شرحه لكتاب التوحيد، فالتوحيد لابد فيه من بيان. التوحيد اللي بيدعوا له صار السنة بتاع مركز عام، ويجيبوا ود البلة مع دكتور علاء الدين بتاع مجمع شنو اللي جمعية الإمام مالك الفقهي ولا شنو كده، مع كلهم صوفية مدى القنين ما نافع ولا عندهم علاقة بالإمام مالك، جابوا معه ود البلة بتاع صار السنة بتاع محاضر كلاكلة، قال له صوفي، قال له نحن نتفق معكم، الصوفي قال لك كذبت، أنتم لا تتفقون معنا والله العظيم. فديل ما دعا التوحيد، خلاص تضرب الباطل ده شفته تكسر مرة واحدة، ربنا قال بل نقذف بالحق على الباطل ويدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. لعل الرسالة أو الرسائل كلها وصلت، أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها، خلاص أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها. وأصل درس الليلة كان عن المسيح الدجال، فديل دجاجلة كتار ذكرناهم بين يدي ذكر المسيح الدجال في الدرس القادم إن شاء الله.